أكتر شركة بكون متحمس ليها لما بتعمل إطلاق لموبايل جديد هي شركة ريلمي، ومن أقرب الشركات لقلبي فعلا، لأن بحس كده إن هي بتقول للعميل إن إحنا هنديك أكتر قيمة مقابل سعر. وفي سنة 2022 ريلمي بدأ السباق بقوة شوية وأطلقت عيلة الريلمي 9، والنهاردة معانا أول ضيف في عيلة ريلمي 9 هو ريلمي 9i، موبايل جديد بإمكانيات قوية جدا عشان ريلمي تقول للعميل إحنا هنديك أكتر توليفة قيمة مقابل سعر. بس قبل ما نبدأ الفيديو أنا هدلعك وهقولك كل الإمكانيات والمميزات والعيوب اللي في الموبايل والسعر بتاعه كمان، فياريت ما تبخلش عليا بلايك وشير واشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زرار الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده علشان اللي جاي هيكون اقوى باذن الله. ويلا بينا ندخل بالانترو بتاعنا وبعد كده نبدا الفيديو بتاعنا النهارده، مميزات وعيوب وسعر موبايل ريلمي 9i. واول حاجه بنبدا بيها هو تصميم الموبايل. التصميم الخلفي للموبايل بيجي هنا من البلاستيك اللامع الشبيه بالازاز، وظهر الموبايل متسطر كده تسطيرات خفيفه بيديك شكل جمالي كويس جدا، مع المستطيل اللي موجود بتاع الكاميرات في ظهر الموبايل على اعلى اليسار اللي فيه الكاميرات بتاعه الموبايل، 2 كبار وواحده صغيره، مع الفلاش الاحادي اللي من نوع ليد فلاش، مع كلمه ريلمي اللي موجوده في الاسفل تحت بشكل جمالي كويس جدا. والتصميم هنا بسيط جدا وشبابي وعصري، والموبايل ده من الموبايلات الجميلة الشبابية اللي بتيجي بلونين، اللون الاسود واللون الازرق اللي معانا النهاردة. وانا شايف ان التصميم ده تصميم بسيط وحلو جدا وهيعجب مستخدمين كتير، وده طبعا من الحاجات اللي ابهرتني اول ما مسكت الموبايل بصراحة. اما عن التصميم الامامي للموبايل، فالموبايل بيجي بشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.6 انش بجودة Full HD Plus وبدقة 2412 في 1080 بي، وبمعدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل انش. والشاشة هنا عليها طبقة حماية من نوع Dragon Trail Pro، وطبعا دي طبقة حماية قوية جدا، وانا كان طبعا نفسي ان الشاشة تكون اعلى من كده وتكون من نوع AMOLED، ولكن يعني ريلمي اختارت ان هي تكون IPS LCD. ولكن الشاشة ادتني اداء مذهل جدا لما كنت بتفرج على فيديوهات او لما كنت مشغل لعبة على التليفون، فالشاشة تعتبر من اجمل الشاشات اللي في الفئة المتوسطة وادتني اداء مذهل بصراحة. رقم 2، الاداء اللي موجود في موبايل ريلمي 9i. الموبايل بيجي بمعالج قوي جدا من شركة كوالكوم، وهو معالج سناب دراجون 680، وده يعتبر معالج قوي جدا، وطبعا معاه معالج رسومي من نوع ادرينو 610، وده نفس المعالج اللي موجود في ريدمي نوت 11، وطبعا المعالجين متوافقين جدا مع بعض وادوني تجربة اداء هايلة جدا. وطبعا المهام اللي كنت بطلبها من الموبايل كانت مهام تقيلة سواء في البرامج او في الالعاب، وادتني تجربة اداء قوية جدا زي ما انا قلت في لعبة كول اوف ديوتي، او لو كنت بستخدم الموبايل في البرامج او فيديوهات او اي حاجة، وطبعا اداء الموبايل كان اداء خرافي جدا. رقم 3، كاميرات الموبايل. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفيين زي ما انا قلت، الكاميرا الاولانية ودي الكاميرا الاساسية للموبايل، فبتيجي بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة f1.8، والكاميرا الاساسية دي ادتني اداء قوي جدا في التصوير النهاري وفي التصوير الليلي كمان، صراحة من اقوى الكاميرات اللي استخدمتها في الفئة المتوسطة. اما الكاميرا التانية فبتيجي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4، ودي الكاميرا الخاصة بالمايكرو او التفاصيل الدقيقة. اما الكاميرا التالتة للموبايل فبتيجي بدقة برضو 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4، ودي طبعا كاميرا العزل او البورتريه، مع فلاش احادي من نوع ليد فلاش. وتجربة الاداء بتاعت كاميرات الموبايل الخلفية ادتني اداء مذهل بصراحة سواء في التصوير النهاري او في التصوير الليلي. اما الكاميرا الامامية للموبايل فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.1، ودي كاميرا برضو قوية جدا في التصوير السيلفي، ودي تجربة الاداء بتاعت كاميرا الموبايل الامامية. من ضمن الاداء القوي للموبايل رقم 4، الموبايل بيجي بنسخة في مصر واحدة، النسخة دي بتكون 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية، مع امكانية زيادة كارت ميموري لغاية 512 جيجا بايت. وطبعا مساحة الموبايل هنا كبيرة جدا وهتديك تجربة ان انت تقدر تنزل العاب وبرامج وافلام لو انت حابب على الموبايل من غير ما تبقى خايف ان الموبايل
الموبايل المساحة بتاعته تتملي بسرعة. رقم 5 الأمان اللي موجود في موبايل ريلمي 9i، ودي برضو من نقط الأداء القوية اللي موجودة في الموبايل، إن الموبايل بيدعم بصمة الأصابع، ودي طبعا موجودة في الجنب بتاع الموبايل أو في مفتاح الباور الخاص بالموبايل، وكمان بيدعم خاصية الفيس أنلوك. رقم 6 بطارية الموبايل، الموبايل بيجي ببطارية كبيرة جدا مساحتها 5000 ملي أمبير، وكمان بيدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وده كله بيتم من خلال منفذ التايب سي اللي موجود في أسفل الموبايل، واللي كمان بيدعم خاصية الأوتو جي من خلال برضو منفذ التايب سي ده. ودي طبعا من نقط القوة اللي موجودة في الموبايل، إن الموبايل بيجي ببطارية 5000، شحن سريع، منفذ تايب سي، وكمان خاصية الأوتو جي، يعني تقدر تحط عليه فلاشة تنقل أفلام. نقط قوة طبعا لصالح موبايل ريلمي 9i. كمان جنب منفذ التايب سي موجود منفذ 3.5 ملي اللي خاص بسماعات الأذن، واللي لغاية دلوقتي ريلمي متمسكة به في الفئة المتوسطة. رقم 6 ومن نقط الأداء القوي للموبايل، إن الموبايل بيجي بأندرويد 11 مع أحدث واجهة مستخدم من شركة ريلمي، وهي ريلمي UI2. وكمان من نقط القوة اللي موجودة في موبايل ريلمي 9i، إن الموبايل بيدعم مستشعرات كتيرة زي التسارع والقرب والبصلة. وآخر نقطة في المميزات، إن موبايل ريلمي 9i بيجي بلونين، اللون الأزرق واللون الأسود، واللونين موجودين معانا النهاردة، فتقدر تختار براحتك وتنقي اللون اللي يعجبك من بين لونين، الاثنين كويسين جدا وعمليين. ودي كانت المميزات بتاعة موبايل ريلمي 9i. ودلوقتي هنتكلم عن العيوب اللي موجودة في موبايل ريلمي 9i. أول عيب طبعا قابلني في الموبايل، إن الموبايل بيجي بشاشة IPS LCD، وكان طبعا زي ما قلت كنت بتمنى إن الموبايل تكون شاشته أعلى من كده، تكون أملود أو سوبر أملود. العيب رقم 2 في الموبايل، إن الموبايل ما بيدعمش كاميرا تصوير واسعة، ودي برضو من العيوب اللي المفروض تكون مش موجودة دلوقتي في موبايل في الفئة المتوسطة. العيب رقم 3 إن الموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 680، وكان برضو المعالج المفروض يكون أعلى من كده، لأن في منافسين أعلى شوية في الحتة دي، فكان المفروض إن الموبايل يكون أقوى من كده شوية. العيب رقم 4 إن الموبايل ما بيدعمش مايك لعزل الضجيج والضوضاء، وزي ما قلت في فيديوهات قبل كده إن المفروض برضو الموضوع ده ما يكونش موجود دلوقتي، إن الموبايلات كلها لازم تكون فيها مايكات لعزل الضجيج والضوضاء، لأن معظم الناس دلوقتي بتصور فيديوهات بره في بيئة خارجية يعني، فمحتاج ان يكون فيه عزل اكتر. ودي كانت العيوب اللي موجودة في موبايل ريلمي 9i. ودلوقتي معاد السعر بتاع الموبايل، موبايل ريلمي 9i زي ما قلت بيجي بنسخة واحدة في مصر، النسخة دي بتكون 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية، وسعر النسخة دي بيكون 4200 جنيه. ورأيي الشخصي في الموبايل، ان الموبايل موبايل قوي جدا وموبايل محترم جدا في الفئة دي، ومن اقوى الموبايلات اللي هتعمل مبيعات الفترة الجاية، والموبايل ده هيقل جدا في السوق لان هيحصل اقبال كبير عليه ان شاء الله. فرأيي الشخصي ان الموبايل ده اكتر موبايل هيديك قيمة مقابل سعر في الحتة دي، واشتري الموبايل ده على ضمانتي بجد يعني، وده مش اعلان والله ولا اي حاجة، فعلا الموبايل من الموبايلات اللي لمست قلبي بجد، وتجربة الاداء بتاعته يعني بجد انا مش عايز افرط فيه، اداني تجربة اداء مذهلة بصراحة وتجربة اداء محترمة جدا. شابو ريلمي على الموبايل ده، والعيوب يعني ممكن الواحد يتلافاها. ولغاية كده يا جماعة بكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى ان انا اكون قدمت معلومات كافية عن موبايل النهاردة ريلمي 9i، وياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده، ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير للفيديو ده. واخيرا وليس اخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت، واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زرار الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو.